أعزائي الدارسين، بعد أن تناولنا العرض على النقود الآن نتناول الطلب على النقود. بداية سوف نتناول مدارس تحليل الطلب على النقود، فهناك العديد من المدارس التي تناولت تحليل الطلب على النقود. أولا المدرسة التقليدية أو ما تسمى بالنظرية الكمية في الطلب على النقود، حيث تركز هذه النظرية على دافع المعاملات في الطلب على النقود، أي الطلب على النقود من أجل تبادل السلع والخدمات. ثانيا المدرسة الكنزية في الطلب على النقود وتسمى بنظرية التفضيل النقدي. ركزت هذه النظرية على ثلاثة دوافع رئيسية في الطلب على النقود. الدافع الأول هو دافع المعاملات، أي دافع تبادل السلع والخدمات، أي دافع الطلب على النقود من أجل إجراء عملية التبادل للسلع والخدمات، بمعنى أن الناس يحتفظون بكميات معينة من النقود خلال فترة زمنية معينة من أجل شراء وتبادل السلع والخدمات، ويعتمد هذا الدافع على مستوى الدخل. إذن دافع المعاملات الطلب على النقود من أجل تبادل السلع والخدمات يعتمد على مستوى دخل الفرد. الدافع الثاني هو دافع الاحتياط والتحوط للمستقبل، بمعنى أن الناس يميلون للاحتفاظ بكميات معينة من النقود لمواجهة حالات الطوارئ وحالات الشدة في المستقبل، مثل المرض، البطالة، انقطاع الدخل وغيرها من الحالات المستقبلية غير المتوقعة. أما الدافع الثالث من دوافع الطلب على النقود حسب النظرية الكنزية فهو دافع المضاربة. قد تتساءل ماذا نعني بالمضاربة؟ المضاربة تعني أن الناس يحتفظون أو يطلبون كمية من النقود من أجل الاستفادة من تغيرات أسعار الفائدة في السوق مستقبلا. كمية النقود المطلوبة وفقا لهذا الدافع تعتمد على سعر الفائدة السائد في السوق بصورة رئيسية، وعلى توقع المضاربين لهذا السعر مستقبلا، أي توقع تغير سعر الفائدة مستقبلا، وهذا ما يطلق عليه دافع المضاربة. والعلاقة هنا أي علاقة كمية النقود المطلوبة بسعر الفائدة هي علاقة عكسية، وكلما ارتفع سعر الفائدة مال الناس للاحتفاظ بكمية أقل من النقود، والعكس، فإذا ما انخفض سعر الفائدة I فإن هذا يكون دافع لزيادة الطلب على النقود، يعني فإن MD طلب على النقود سوف يزيد. وباختصار فإن دالة الطلب على النقود وفقا للنظرية وللمدرسة الكنزية يمكن صياغتها على النحو التالي: MD على B يعني كمية الطلب على النقود الحقيقية، حيث B تعني أن المستوى العام للأسعار ثابت. إذن MD على P كمية الطلب على النقود الحقيقية بيساوي دالة في سعر الفائدة والدخل، وعلامة الموجب تدل على أن العلاقة بين الكمية المطلوبة من النقود والدخل علاقة طردية، وعلامة السالب تشير إلى أن العلاقة بين الكمية المطلوبة من النقود وسعر الفائدة هي علاقة عكسية. إذن MD على P تشير إلى الطلب على النقود الحقيقية، والآي تشير إلى سعر الفائدة، علامة السالب تشير إلى وجود علاقة عكسية بين سعر الفائدة وكمية الطلب على النقود، واي تشير إلى الدخل، ويرتبط الدخل بعلاقة طردية مع كمية الطلب على النقود كما تشير إليه الإشارة الموجبة. مدارس تحليل الطلب على النقود أي دالة الطلب على النقود بيانيا. نلاحظ سعر الفائدة على المحور الرأسي، كمية الطلب على النقود الحقيقية على المحور الأفقي، فنلاحظ أنه كلما انخفض سعر الفائدة، فإذا انخفض سعر الفائدة من 50 إلى 30 فإن الطلب على النقود سوف يزيد من 5 إلى 8، وإذا ما استمر سعر الفائدة في الانخفاض إلى 20 فإن الطلب على النقود يزيد إلى 15، وإذا ما استمر في الانخفاض إلى 10 فإن الطلب على النقود سوف يزيد إلى 30، وهكذا. إذن هذا الرسم يدل على أن دالة الطلب على النقود علاقتها بسعر الفائدة علاقة عكسية.